أدانت الخارجية المصرية الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا القصر الرئاسي وفندقا افتتح مؤخرا في العاصمة الصومالية مقديشيو، وأسفر التفجيران حتى الآن عن مقتل 45 شخصا. وأعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الهجومين. حلقة جديدة من مسلسل العنف المستمر في الصومال تلقي بظلالها على هذا البلد الذي مزقه التطرف والاقتتال، مما وضعها في المرتبة الرابعة من حيث الدول الأكثر تأثرا بالإرهاب في العالم. هذه المرة أسفر هجومان إرهابيان على مجمع القصر الرئاسي وفندق مجاور في العاصمة مقديشيو على سقوط أكثر من 45 قتيلا فضلا عن عشرات الجرحى. والفاعل في كل مرة هو جماعة الشباب المتطرفة التي وجدت لها موطئ قدم في الصومال منذ عام 2007، وتحصل على دعم لا ينقطع من الدول الراعية لجماعات العنف ومنها جبهة النصرة وداعش وغيرها. وأظهر مؤشر الإرهاب العالمي أن الصومال شهدت خلال العام الماضي 91 تفجيرا إرهابيا وهجوما مسلحا فضلا عن 22 عملية انتحارية، إضافة إلى تقارير باختطاف وذبح العشرات وعمليات الإعدام الميدانية. وفي إطار خطة مكافحة الإرهاب التي أعلن عنها الرئيس الصومالي الجديد منذ توليه زمام الأمور في مارس من العام الماضي، شن الجيش الصومالي هجمات شرسة قتل خلالها 649 إرهابيا، كما اعتقل الجيش 20 قياديا بارزا. وأمام الهجمة الإرهابية الشرسة التي يواجهها الصومال، تؤكد مصر دوما دعمها لجهود مكافحة الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة ووقوفها مع الشعب الصومالي في مساعيه للتخلص من آفة التطرف، خاصة أن عمليات القتل والتدمير تعكس تعطش الجماعات الإرهابية لإراقة دماء الأبرياء وزعزعة استقرار وأمن الدول.